هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، قصدت الحج متمتعا من الرياض، فاعتمرت وتحللت، وكان ذلك بأسبوعين قبل الحج، وأثناء تلك الفترة ذهبت إلى جدة، ورجعت في نفس اليوم لزيارة شخص آخر في اليوم الثامن من ذي الحجة، وأحرمت من مكة، فهل هذا الفعل صحيح؟ كان الأولى بك والأحوط أنك تحرم من جدة عند رجوعك للحج. إذا رجعت ناويا الحج تحرم من جدة، من المكان الذي تتحرك منه للحج، هذا هو الأولى والأحوط. نعم.